عشرة الظهر. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وفي عناوينها. في افتتاح الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني، رئيس الدولة يؤكد الحرص على تعزيز العلاقات بين الجانبين في اتجاه تطوير مصير مشترك، والصين تؤكد تطلعها لتوسيع التعاون المالي والاستثماري مع الدول العربية. في أعقاب هيئة إدارية وطنية، اتحاد الشغل يدعو إلى سحب المرسوم 54 ويؤكد التمسك بالزيادة في الأجور. مجلس المنافسة يسلط خطايا مالية على عدد من البنوك بسبب توظيف فوائض إضافية على أقساط القروض المؤجلة في فترة الكوفيد. ومجلس الأمن الدولي يصوت اليوم على مشروع قرار جزائري لوقف العدوان الصهيوني على رفح. افتتحت صباح اليوم في العاصمة الصينية بكين أشغال الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني بحضور رئيس الجمهورية قيس سعيد وقادة دول مصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين. وفي كلمته أمام الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني، ثمن رئيس الدولة العلاقات التاريخية بين الجمهورية التونسية وجمهورية الصين الشعبية، معبرا عن قناعته بأن يتم خلال المنتدى زرع أفكار وحصد مصير مشترك. وأنني على يقين ونحن مجتمعون اليوم في بكين سنزرع أفكار وستنمو حركة وسنحصد مصيرا مشتركا طيبا. فإذا كان للذهب ثمن فأن الحكمة والحكمة العربية الصينية ليس لها ثمن، وفي صراع الماء مع الصخر سيفوز الماء العذب الزلال. واعتبر رئيس الدولة من جهة أخرى أن التقسيم غير العادل للعمل على المستوى الدولي أدى إلى مزيد تفشي الفقر والهجرة غير النظامية وعديد المشاكل الأخرى منها البيئية. إن الطريقة التي تم الاختيار عليها منذ عقود بل منذ قرون في سياق تقسيم غير عادل للعمل على المستوى الدولي أدى إلى مزيد تفشي الفقر والجهل والهجرة غير النظامية، بل صار البشر وصارت أعضاء البشر بضاعة تتهافت عليها شبكات الإجرام والتنظيمات الإرهابية. وزادت الأوضاع تفاقما للأسف في العقود الأخيرة، فانحبست الحرارة وشحت المياه إلى جانب وضع بيئي وطاقي أفقد الطبيعة توازنها وكان له أسوأ الآثار على البشرية وعلى اقتصادات الدول. كما جدد رئيس الجمهورية في كلمته موقف تونس المطالب بحصول الشعب الفلسطيني على حقه في إقامة دولته المستقلة، معتبرا أن المجتمع الإنساني بدأ يتشكل بطريقة جديدة ويتجاوز النظام الدولي القديم. لا يمكن إلا أن نجدد موقفنا الثابت والراسخة المتعلقة بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقه السليم في كل أرض فلسطين وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. أن المجتمع الإنساني اليوم بدأ ينتفض في كل مكان ضد هذا العدوان وهذه الجرائم البشعة التي ترتكب كل يوم بل كل ساعة في حق شعب سلبه لا من أرضه فقط بل حتى من حقه في الحياة. المجتمع الإنساني اليوم بدأ يتشكل بطريقة جديدة وبدأ يتجاوز النظام الدولي القديم، وما نراه اليوم من مظاهرات في كافة أنحاء العالم يدل على أن هناك شيئا جديدا بدأ يظهر في تاريخ الإنسانية كلها. وافتتح الرئيس الصيني تشي جين بينغ الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني بكلمة أكد فيها رغبة الصين في تعزيز التعاون مع الدول العربية في عدة مجالات، بما في ذلك بناء أفق استثماري ومالي أوسع نطاقا وتعميق التعاون في مجال الطاقة. ودعا الرئيس الصيني لعقد مؤتمر دولي للسلام لحل النزاع في الشرق الأوسط، مضيفا أن بكين ستقدم مساعدات إضافية عاجلة للمساعدة في
في تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية في غزة ودعم إعادة الإعمار بعد الحرب. ومن جهته طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، فيما قال رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن المنطقة تعيش أوضاعا صعبة بسبب الحرب الصهيونية على غزة. كما شدد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية للاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وفي اليوم 37 بعد 200 من الحرب على غزة استشهد 12 فلسطينيا جرى قصف الاحتلال المتواصل على مدينة رفح منذ فجر اليوم. كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح في غارة جوية وقصف مدفعي استهدف منازل في بيت لاهيا وغزة. وفي إطار تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في القطاع، أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس استهداف آليات صهيونية وقصف قوات راجلة وإيقاع جنودها بين قتيل وجريح في عدة محاور في رفح. ومن جهتها نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اليوم صورا تظهر قصف جنود وضباط صهاينة بصاروخ موجه في شمال غرب مدينة بيت لاهيا، فيما أقر الجيش الصهيوني بمصرع 3 من جنوده في معارك في مناطق متفرقة من القطاع خلال 24 ساعة الماضية. يأتي ذلك في وقت ينتظر أن يصوت فيه مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار جزائري لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على رفح. وضمن أخبارنا الوطنية، التمسك بالزيادة في الأجور والمنح والمطالبة بسحب المرسوم عدد 54 ورفع اليد عن القضاء وإعلان عقد مجلس وطني في سبتمبر المقبل مثلت أبرز قرارات الهيئة الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل في ختام أشغالها أمس. أحلام الجسمي وعودة على أهم ما جاء في البيان الصادر عن الهيئة. طالب بيان الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل بسحب المرسوم عدد 54 منتقدا التعدي على الحريات والمحاكمات الكيدية حسب وصفه، ودعا إلى رفع اليد عن القضاء والدفاع عن استقلاليته وضمان المحاكمات العادلة. كما دعا اتحاد الشغل في بيانه إلى عودة الحوار الاجتماعي والتمسك بحق التفاوض وتطبيق الاتفاقيات المبرمة وتعديل الأجور في القطاع الخاص والعام والوظيفة العمومية والإسراع بالترفيع في الأجر الأدنى وتعديل جرايات المتقاعدين والتقليص من آثار التضخم والغلاء. كما عبر اتحاد الشغل عن رفضه ما وصفه بالتصرف الأحادي في الصناديق الاجتماعية ما يهدد توازناتها المالية وديمومتها. واستنكر اتحاد الشغل ما اعتبره غياب سياسة اقتصادية واجتماعية للحكومة ما أدى وفق تقديره إلى تدهور وضع المؤسسات الاقتصادية وتردي المرفق العام وانهيار القدرة الشرائية للمواطن. وأشار بيان الاتحاد العام التونسي للشغل إلى ملف الهجرة غير النظامية باعتبارها معضلة متفاقمة في ظل ضغوط إقليمية وابتزاز دولي لا يرى إلا الحلول الأمنية والظرفية على حساب مصالح تونس والقيم الإنسانية حسب نص البيان. أعلنت الجامعة العامة للنقل على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلغاء إضراب عوان مطار انفيضة الدولية اليوم وغدا بعد التواصل خلال جلسة تفاوض اليوم إلى اتفاق بشأن جملة من النقاط الخلافية حول عدد من المطالب المهنية والاجتماعية. كشف رئيس مجلس المنافسة حسان الجيزاني أن المجلس أصدر ليلة أمس أحكاما في خصوص ملف توظيف البنوك فوائض إضافية على أقساط القروض المؤجلة خلال فترة الكوفيد. وفي حوار له اليوم في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، أشار حسان الجيزاني إلى تسليط خطايا مالية وصفها بالمهمة على البنوك التي أخلت بالإجراءات، مشددا على أن الموضوع تم التعهد به تلقائيا. بالنسبة لملف البنوك عندنا قضية تم تعهد بها تلقائيا، وبالفعل يعني تم إصدار قرار المجلس بشأن
أمس في ساعة متأخرة. هناك بنوك يعني أدينت، هناك بنوك لم تدن، وهناك يعني خطايا هامة سلطت على بعض البنوك، أخذنا حالة بحالة. بالطبيعة في تسليط هذه الخطايا المجلس راعى المعطيات الكلية، نوع الخطأ المنسوب، مدى أهميته، وحجم الضرر، وضعية المؤسسات، هذه مؤسسات وطنية زاد راعاها. رأينا أن الممارسة التي تمت من بعض البنوك هي ممارسة مخلة بالمنافسة. قررت المجلس هذه يعني بطبيعة الحال قابلة للطعن بالاستئناف، الحكم ما كانش مكسب في العاجل، والطعن يتم لدى المحكمة الإدارية بطبيعة الحال. حذر البنك المركزي التونسي في بلاغ له من عروض على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لاقتناء بطاقات بنكية دولية بدعوى أنها تتيح لمستعمليها القيام باقتناءات على مواقع التسوق الأجنبية وفتح حسابات بالعملة الأجنبية بالخارج. ودعا البنك المركزي التونسي إلى تجنب هذه العروض تفاديا لمخاطر التحيل وللتتبعات الجزائية لمخالفتها الصريحة للتشريع ولترتيب بصرف الجاري بها العمل. بمشاركة أكثر من 130 خبيرا وباحثا في الأدب، انطلقت اليوم بمدينة العلوم فعاليات الملتقى العربي لأدب الطفل الذي ينظمه منتدى أدب الطفل بالشراكة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ليتواصل على مدى يومين. الملتقى يبحث في ترسيخ القيم الإنسانية الخالدة لدى الناشئة وفق رئيس منتدى أدب الطفل محمد آية ميهوب. هذه الدورة خصصناها لموضوع أدب الطفل ومنظومة القيم وقضايا البيئة، نظرا للأهمية الكبيرة التي تكتسيها القيم في أدب الطفل ومعها إشكاليات أيضا، كيف الكاتب الذي يكتب لأدب الطفل كيف يستطيع أن يوفق في نفس الوقت بين القيم في أدب الطفل وأن يكون نصه نص جمالي لا يصبح نص وعظي وتعليمي. ثم القسم الثاني من هذه الدورة حول قضايا البيئة، نريد أن ندرس هل هناك وعي كبير بقضايا البيئة في أدب الطفل، ثم نبحث عن كيف نطور وعي الطفل بقضايا البيئة. لماذا؟ لأن مهم جدا أن الطفل يكون واعي بقضايا البيئة، لأنه هو غدا سيصلح ما أفسدناه نحن. من جهته تحدث الأستاذ بجامعة أبوظبي عبد العزيز زايد بها عن فوز الدراسة الإحصائية المعجمية في القيم المجتمعية بالجائزة. مداخلتي أنا هي عبارة عن دراسة في 4 روايات فائزة بجائزة مصطفى عزوز، دراسة إحصائية معجمية في القيم الاجتماعية بالضبط. احنا نعرف أهمية القصص بالنسبة للأطفال، خاصة في تكوين البعد الذوقي، البعد اللغوي، وينضاف إلى ذلك البعد القيمي، لأن القصة هي ترسخ القيمة بشكل غير مباشر. تبين أن هناك حضور مهم للقيم الاجتماعية في القصص المدروسة، وكذلك القصص هذه عبرت عن مثلا قيمة العمل، محبة الآخرين، طريقة التعامل مع الآخرين، محبة الأهل، احترام الأهل. المعجم مناسب جدا لمستوى الأطفال. ويتم في اليوم الثاني من الملتقى الإعلان عن الفائزين بالجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل في دورتها 15. بهذا نصل مستمعينا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. في افتتاح الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني، رئيس الدولة يؤكد الحرص على تعزيز العلاقات بين الجانبين في اتجاه تطوير مصير مشترك، والصين تؤكد تطلعها لتوسيع التعاون المالي والاستثماري مع الدول العربية. في عقب هيئة إدارية وطنية، اتحاد الشغل يدعو إلى سحب المرسوم 54 ويؤكد التمسك بالزيادة في الأجور. مجلس المنافسة يسلط خطايا مالية على عدد من البنوك بسبب توظيف فوائض إضافية على أقساط القروض المؤجلة في فترة كوفيد. ومجلس الأمن الدولي يصوت اليوم على مشروع قرار جزائري لوقف العدوان الصهيوني على مدينة رفح. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.